أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى روسيا. نحمل معكم المجهر لتقريب الصورة عن المنتخبات المشاركة في المونديال الروسي. بعدد اليوم اخترنا رصد مسار القطار الأسترالي نحو المحطة الروسية. يعد المنتخب الأسترالي من أكثر المنتخبات خوضا للمباريات التصفوية قبل الوصول إلى المحطة الروسية، إذ خاض في المشوار بالكامل 22 مباراة مع احتساب مواجهات الملحق. فبعد أن اجتاز المنتخب الأسترالي الدور الأول في التصفيات الأسيوية من دون أي صعوبة تذكر، دخل الدور الحاسم بحسابات جد صعبة وفي منافسة شرسة مع كل من اليابان والسعودية في المجموعة الثانية. أستراليا كانت قريبة من المونديال الروسي بيد أنها خسرت في الجولة ما قبل الأخيرة في مباراة هامة أمام اليابان قبل أن تحسم مواجهتين مثيرتين، الأولى ضد المنتخب السوري في الملحق الأسيوي، ثم حسمت بطاقة التأهل نهائيا على حساب هندوراس العنيدة في الملحق الثاني، ليصل الأستراليون إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخهم. تيم كاهيل نجم أسترالي سيبقى راسخا في أذهان الجماهير الأسترالية، فكاهيل دخل تاريخ بلاده الكروية على اعتباره هو أول من سجل بقميص منتخب بلاده في منافسات كأس العالم. كان ذلك في المونديال الألماني في العام 2006 ضد المنتخب الياباني، حينها بلغوا ثمن النهائي. كما يعد الهداف التاريخي الأسترالي في المنافسة العالمية بخمسة أهداف في ثلاث نسخ متوالية. كاهيل يعد من الركائز الأساسية في منتخب الكانغارو، إذ قدم أداء جيد طيلة مشوار التصفيات ودون 11 هدفا في الطريق إلى روسيا، كما أسهم بشكل كبير إلى جانب رفاقه في اقتناص بطاقة التأهل، دون أن ننسى تتويجه بكأس آسيا في العام 2015. كايل يمتلك خبرة كروية كبيرة خاصة في الملاعب الإنجليزية، بحيث ارتدى قميص إيفرتون لثمان سنوات، وحاليا يلعب في صفوف ميلولا الإنجليزية، ويمني النفس في زيارة الشباك في رابع مشاركة له في العرس العالمي. في سيناريو مثير، وبعد التخلي عن المدرب المحلي أنجي بوستيكوغلو الذي أوصل الأستراليين إلى روسيا، اختار الاتحاد الكروي تعيين المدرب الذي أهل السعودية إلى المونديال الروسي وأرسل الأستراليين إلى الملحق خلال تصفياته. الحديث هنا عن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك. مارفيك ارتبط اسمه كثيرا بمنتخب بلاده الذي بلغ معه نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا أمام الإسبان، كما قاد مارفيك السعودية إلى النهائيات العالمية، وسبق له الإشراف أيضا على أندية فاينورد وبروسيا دورتموند وهامبورغ، إلى جانب تحمل مسؤولية الطواحين الهولندية لأربع سنوات. هل تشفع الخبرة للهولندي قصد تكرار سيناريو مونديال جنوب إفريقيا؟ سيدخل المنتخب الأسترالي المنافسة العالمية في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك والبيرو. المنتخب الفرنسي المرشح الأقوى لتصدر المجموعة بالنظر لتوفره على قائمة نجوم متميزة سيكون خصما قويا للأستراليين في أولى المباريات، وعلى رفاق تيم كايل تقديم أفضل ما لديهم لتجاوز المباراة المفتاح للعب على حظوظ التأهل. أما ثاني المحطات فستكون أمام الدنمارك، وفي الختام نزال يصعب التكهن بنتيجته ضد منتخب البيرو. فهل يقفز يا ترى الكانغارو الأسترالي على الجميع ويبلغ الدور الثاني؟ Thank you.